تعالوا بقى على السريع نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وكافه فرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواندو وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الفريق الأول هيستأنف تدريباته غدا بعد راحة سلبية طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد انتهاء بطولة الدوري. غدا هيستأنفوا التدريبات، وخلوني كمان أقول لكم إن يمكن كان المفروض موعد العودة للتدريب يوم الأحد، لكن تم مد الإجازة حتى يوم الأربع، ودي طبعا هتكون فرصة جيدة جدا لالتقاط بقى بعض الأنفاس طبعا بعد التحام المباريات اللي كلنا شاهدناه الموسم اللي فات. طبعا قبل استئناف التدريبات هيقوم اللاعبين بعمل مسحة طبية للإطمئنان على سلامتهم، بتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم. دي أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى، والبداية من كرة اليد. رجال كرة اليد النهاردة هيوصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب في صالة الجيم الساعة 4:30 وفي الملعب من 6 لـ 8، وبعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا طبعا للمباراة القادمة، مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي واللي هتكون يوم الجمعة. طبعا يعني رجال كرة اليد في حالة تركيز كبيرة جدا، بنتمنى لهم كل التوفيق، ويمكن كمان حصولهم وتتويجهم ببطولة كأس الكؤوس كان حافز كبير جدا إن شاء الله إن هم يفوزوا في مباريات يوم الجمعة، بتمنى لهم تاني كل التوفيق. كمان سيدات كرة اليد هيوصلوا تدريباتهم النهارده، وخلوني يا كريم يا نهواند اكلمكم عن البرنامج التدريبي لسيدات كرة اليد. هم بيتمرنوا ساعة في الجيم وساعتين في الملعب، يمكن قللوا الحمل البدني بشكل كبير وكان في زيادة في الهاند بول او اللعب الفني، كل ده عشان خلاص يعني السيزن الجديد على وشك ان يبدا في اقل من شهر، بالتحديد هيبدا يوم 12. عشان كده هم في فترة التركيز كبيرة جدا، زي ما قلت بدأت التدريبات الفنية تزيد، بيتمرنوا 3 أيام في الأسبوع الأحد والثلاث والخميس. طبعا بنتمنى لهم أيضا كل التوفيق. خلونا نروح دلوقتي بقى لعبة كرة السلة. رجال كرة السلة أمس فازوا على فريق مصر للبترول بنتيجة 67-45، دي بقى بداية وانطلاقة الموسم الجديد ومشوارهم في الموسم الجديد. طبعا ده ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، يعني المباراة طبعا دي أول مباراة لمستر أوغستي، وخليني أقول لكم إن شهد التألق كبير جدا من رجال كرة السلة. كمان الهايلايت بتاع المباراة كان مشاركة لاعب مروان سرحان، طبعا ده أحدث المنضمين لصفوف النادي الأهلي، والحقيقة إنه تألق بشكل كبير جدا في مباراة أمس. كمان أيضا من هايلايتس مباراة أمس هو مشاركة ناشئين كرة السلة اللي برضو تألقوا وعملوا أداء كبير جدا. خلوني كمان أكلمكم عن غيابات مباراة أمس. يعني مباراة أمس شهدت غياب رباعي اللي كان مشارك مع منتخب مصر، قرر الجهاز الفني اعطائهم راحة سلبية حتى يوم 9/9 على ان يستأنفوا التدريبات بعدها بصورة طبيعية جدا. الفريق هيكون عنده مباراة قادمة يوم الاربع امام طلائع الجيش ضمن ايضا منافسات بطولة منطقة القاهرة، المباراة هتكون في تمام 6:00 مساء هنا بصالة الامير عبدالله الفيصل. يعني طبعا بتمنى لهم كل التوفيق، وخليني اقول لكم ان بطولة منطقة القاهرة هتكون خير استعداد لبطولة الاندية العربية اللي هتبدأ في نهاية هذا الشهر. رجال كرة السلة عندهم أمال كبيرة وطموحات كبيرة إن هم يحصلوا على جميع البطولات هذا الموسم مع مستر أوغستي، يعني طبعا بتمنى لهم كل التوفيق بجانب جميع الفرق الرياضية. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. خلوني كمان يا كريم يا نهواند قبل ما أختم أنقل لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني الأعضاء بدأت بالفعل التواجد في النادي، وكمان في سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية لمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني دي كانت أبرز وأهم الأخبار من داخل النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. جزيل الشكر ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. ومن أخبار النادي الأهلي إلى الصحافة الرياضية.